السلام عليكم، ازيكم يا فنانين؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم كريم عادل. النهارده ان شاء الله هيكون درس جديد في خامه جديده بقى لنا كتير قوي ما اشتغلناش فيها، وهي خامه القلم الجاف او القلم الحبر. هنرسم مع بعض النهارده جزء من بورتريه بالقلم الحبر بحيث نعرف تكنيك البشره بيكون ازاي ونستفاد مع بعض ان شاء الله. بالنسبه لنوع القلم اللي هستخدمه النهارده، وقلم نوع بيك. القلم ده منتشر جدا ومشهور جدا جدا وسعره مش غالي، القلم ب2 جنيه تقريبا. وبالنسبه لنوع الورق هستخدم كانسون 150 جرام، ودول اكتر سؤالين هيتسالوا النهارده، فانا وفرت عليكم اهو وقلت لكم عليهم. حاولوا تركزوا في الشرح الاخر، الفيديو مش طويل، مش هنكمل 3 ساعه تقريبا ان شاء الله. حاولوا تتفرجوا على الفيديو كامل عشان تستفادوا، وما تنسوش اللي حابب يطبق على التدريب بتاع النهارده ومحتاج الصوره، هتلاقوا الصوره عندي على حسابي في الانستجرام، وبرده موجوده على الجروب الخاص بينا على الفيسبوك، هتلاقوا اللينكات بتاعتهم في اول كومنت تحت. ادخلوا وانضموا للجروب وتابعوني على الانستجرام علشان تتابعوا كل جديد وتطبقوا معايا اول باول. عشان ما اطولش عليكم، ما تنسوش طبعا اللايكات على الفيديو، لازم اللايكات على الفيديو، وكومنتاتكم الجميله تنور تحت، واللي لسه ما اشتركش يشترك، دي اهم حاجه عشان تتابع الدرس كل يوم. ويلا بينا نخش في الشرح. في البدايه فنانين كلنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول خطوه لازم نعملها اننا بنبدا نعمل الاوتلاين كالعاده زي ما احنا متعودين في كل الدروس بالقلم الرصاص عادي جدا. يفضل درجة الرصاص تكون درجة خفيفة من درجات الاتش، يعني مثلا 2H او 3H، بحيث يكون الرصاص خفيف جدا، لان من عيوب القلم الجاف ان الرصاص او لو جيت ظللت بيه على الرصاص هلاقي ان القلم ما بيمشيش معايا، فبالتالي لازم يكون ايدي خفيفة جدا علشان اعرف اظلل فوق الاوتلاين اللي انا هعمله ده. ولو تقدر تعمل برضو الاوتلاين بقلم الوان خشب اسود، يعني لون خشب اسف ازرق، لون خشب ازرق يعني او لبني، يعني اللي هو درجه الازرق الفاتحه، بيكون درجه مشابهه لدرجه القلم الازرق اللي انا هشتغل بيه النهارده في الدرس، فبالتالي هتكون حاجه كويسه احسن من الرصاص كمان، بس انا بفضل اشتغل بالرصاص يعني. فزي ما انتم شايفين بدات اعمل الطرف القماشه من تحت اللي هي الشاشه اللي هي لابساها على عينيها، وبعد كده عملت جنب المناخير الشمال الانف زي ما احنا شغالين في كل دراستنا الفري هاند، وزي ما تابعته في اخر درس احنا لسه عاملينه. وبعد كده ببدأ اعمل الجنب التاني بالراحة خالص، ودي بتبقى خطوة مبدئية علشان اجهز للتظليل بتاعي اللي انا هشتغله بالقلم الجاف. الموضوع سهل جدا، الموبايل جنبي بيكون بشكل عمودي ما بيكونش مايل عشان اقدر اطلع نفس النسب بالظبط. دلوقتي يا فنانين هبدأ اخش في خطوة التظليل بالراحة خالص. حاجات لازم نعرفها في الرسم بالقلم الجاف، اول واهم حاجة هي البطء، انك تكون بطيء جدا جدا جدا. ليه تكون بطيء جدا جدا بعكس اي خامة تانية؟ لان القلم الجاف تظليله مثلا مش زي تظليل الرصاص ان انا بمسك القلم وابدأ اظلل في كل الاتجاهات، او زي تظليل الوان الخشب مثلا، لا القلم الجاف بيختلف، لانك بتضطر تظلل في اتجاه واحد بس، وتعمل خطوط متراكبة فوق بعضها لحد ما توصل للدرجة اللي انت محتاجها في البشرة. فزي ما انتم شايفين اول حاجه ببدا احدد الخط الاسود. دايما انصحك وانت بتبدا تظلل جزء او عنصر ما في البورتريه تبدا باغمق منطقه، وزي ما انتم ملاحظين اغمق منطقه هي المنطقه اللي ناحيه الشمال والفتحتين اللي تحت غالبا، والضماده من تحت من ناحيه الشمال برضو لان ليها ظل على البشره. ركزوا بقى كويس قوي في التكنيك اللي انا شغال بيه، ركزوا كويس قوي قوي. زي ما انتم ملاحظين مسكه القلم بيكون من قدام في القلم الجاف. انا عموما في الدروس بتاعتي سواء في رصاص او في الوان خشب بقول لكم اتعودوا ما تمسكوش القلم من قدام السن او من عند السن، لان لو مسكت القلم من عند السن فبالتالي ايدك هتكون تقيله فهتبوظ التظليل. لكن عكس الخامات دي خالص، القلم الجاف لازم تمسكه زي ما انا ماسكه كده من عند السن، لان حضرتك لو مسكته من نص القلم عمرك ما هتعرف تتحكم فيه، لانه عباره عن كوره صغيره بتكون في سن القلم كده، فالتحكم فيها بيكون صعب شويه، فلازم امسك القلم من قدام. وزي ما انتم ملاحظين شغال في اتجاه واحد اهو، شغال من الشمال لليمين. لو انتم تابعتوا معايا دروس رسم الشعر سواء بالرصاص او بالالوان الخشب او بالفحم، هتلاقوا ان التكنيك مقارب لرسم الشعر. رسم الشعر كنا بنشتغل في تكنيك واحد او في اتجاه واحد زي ما انا شغال دلوقتي. زي ما انتم شايفين رجعت دلوقتي اشتغل من اليمين للشمال، مفيش اي مشكله بالراحه خالص. دايما بعود نفسي بشتغل من الغامق للفاتح، من الغامق للفاتح. الغامق في النص اللي هي في الانف من ناحيه الشمال فوق كده، ده الغامق. فببدا اشتغل مره من الشمال لليمين ومره ثانيه من اليمين للشمال. زي ما انتم ملاحظين الموضوع بسيط جدا. بفكركم تاني طول ما انتم شغالين ما تصعبوش الموضوع على نفسكم، وتخيلوا ان الموضوع سهل وهتقدروا تعملوا اي حاجه ما دام بتتدربوا، لانك لو عقدت نفسك في القلم الجاف في الرسم بالقلم الجاف من اول مره مش هترسم تاني. خدها مني نصيحة، لو انت عقدت نفسك من اول مرة مش هتقدر ترسم قلم جاف تاني، لانك اوريدي خلاص اتقفلت من الخامة واعتبرتها خامة رزلة وصعبة ومش هتقدر ترسمها، فبالتالي مش هترجع لها تاني، وده اكبر غلط. القلم الجاف من اكتر الخامات اللي انا بحس انها ممتعة،
وليها كذا ميزه، ومن اكبر مميزاتها انك ما بتحتاجش ادوات كتير. يعني انت وانت بترسم بالالوان الخشب مثلا او بترسم بالزيت او بالرصاص، بتبقى قاعد لو انت بترسم على الترابيزه وجنبك سكتش ومليان اقلام جنبك واستاتيك وحاجات كتير جدا، لكن القلم الجاف ميزته في بساطته اللي انت زي ما انت شايف كده، بحتاج ورقه ارسم عليها وقلم في ايدي، مش اكتر من كده، اكتر من كده ما بحتاجش. فدي من مميزات القلم الجاف، انه ما بيحتاجش خامات كتير، خامه رايقه كده زي ما بنقول عليها. زي ما انتم ملاحظين هبدا اشتغل بقى في المنطقه الافتح. طول ما انا داخل في المنطقه الافتح يا شباب، بحاول ارجع ايدي من ورا السن شويه، لو لاحظتوا ايدي كانت قدام دلوقتي رجعتها ورا شويه، وبزود زود في الميل بتاع القلم، يعني بميل القلم اكتر بحيث يخف معايا، فاهمني؟ وزي ما انتم ملاحظين كل فتره او كل كام ثانيه كده بمسح سن القلم في منديل، لازم امسح سن القلم في منديل ابيض، علشان سن القلم لما بشتغل بيه فتره بيعمل زي كره سودا كده قدام، فممكن تبقع لي في الرسمه، وده اكبر غلط. فلازم كل فتره امسح سن القلم ده في النانين علشان ما يبقعش معايا. زي ما انتم شايفين دلوقتي عملت تظليل مبدئي كده في الناحيه الشمال، وهبدا اخش جوه شويه في الجنب التاني من الأنف، في الجنب اليمين، وهبدأ أعمل التظليل الفاتح ده. بكرر تاني، التظليل الفاتح ده من أصعب الحاجات اللي ممكن تعملها في القلم الجاف، فبالتالي لازم تكون هادي جدا. مجرد ما هتتسرع هتبص تلاقي التظليل بتاعك بانت الخطوط وتقلت منك، وعمرك ما هتعرف تصلحها تاني، لأننا كلنا عارفين القلم الجاف اسمه جاف، حبر جاف، جاف يعني أول ما بيلبس في الورقة كده وبيجف خلاص انسى اللي انت تعدله أو تصلحه أو الكلام ده. فبالتالي لو انت ما اشتغلتش بالراحة وكنت هادي وعامل حساب كل خبطة بتخبطها بالقلم في اللوحة أو في السكتش بتاعك، هتبص تلاقي اللوحة بتاعتك كلها باظت. تمام يا فنانين؟ زي ما انتم شايفين هبدأ أضيف تظليلات. دلوقتي هنزل على الفتحة اللي تحت أحددها، الفتحة السوداء دي بالراحة خالص زي ما انتم ملاحظين كده، بما انها سودة خالص زي ما انتم ملاحظين في الفيديو. انا سايب لكم الصوره، طبعا بسيب لكم الصوره في الموبايل دايما في كل دروسي عشان تقارنوا معايا، نفس نظرتي تكون هي نفس نظرتكم، بحيث تكونوا مقارنين معايا اول باول. هنسرع الفيديو بس يا دوب شويه كده لان الحركه بطيئه جدا. انا سرعت الفيديو شويه دلوقتي اهو علشان بس نخلص جزء، ولما نرجع للبشره تاني وانا بظلل هبطئ لكم تاني عشان نشوف التكنيك اللي انا شغال بيه. المنطقه دي سهله، كل اللي بعمله انا ببدا اضيف تظليل بسيط خالص كده، هي اهم حاجه عندنا البشره، وهنرجع لها دلوقتي بالراحه خالص. محدش يقفل الفيديو يا فنانين عشان لسه نرسم الفم مع بعض، ولسه كمان التظليل اللي جوه الانف هبطئ لكم دلوقتي عشان نشوف. زي ما انتم ملاحظين كده يا فنانين اهو بدات اشتغل هاتشنج تاني من الشمال لليمين زي ما انتم ملاحظين، لان المنطقه دي فاتحه وفي لسعه اضاءه بيضاء او لسعتين اضاءه، يعني نقطتين بيض في جنب المناخير كده. هعمل حسابي ان انا اسيب نفس لون الورقه من البدايه، عشان طبعا لو حطيت فيهم حبر عمرهم ما يخفوا تاني وهيرجعوا لونهم الابيض. زي ما انتم ملاحظين تحت برضو بشتغل بنفس التكنيك. عايزكم تركزوا في مسكه القلم كويس جدا، وتكنيك ايدي يعني ايدي شغاله ازاي كويس جدا، لان دول اكتر حاجتين هيفرقوا معاكم. اظن انتم فهمتوا التكنيك، يعني ده التكنيك اللي هشتغل بيه في الانف كلها. لو في حاجه جديده برضو هبطئ لكم، فانا هسرع الفيديو شويه واحنا بنتكلم علشان بس ما يطولش معانا في تكنيك احنا عرفناه اهو. يعني زي ما انتم ملاحظين نفس التكنيك ده اللي هكمل بيه الانف كلها، فتعالوا نسرع واحنا بنتكلم برضو. دلوقتي فين زي ما انتم ملاحظين كل التكنيك اللي انا شغال بيه قدامكم اهو، الهاتشنج من الشمال لليمين، وبعمل حساب مناطق الاضاءه، يعني فين مناطق الاضاءه اللي في الانف، هي المنطقه اللي في النص، الخط اللي في النص الابيض ده زي ما احنا شايفينه، وفي نقطتين على الشمال في الانف من ناحيه شمال ايدينا كده هنلاقي في نقطتين بيض، لازم اعمل حسابهم من الاول عشان وانا بظلل ما اسودهمش وابص الاقي الانف كلها باظت وبقت اغمق من المطلوب. فزي ما انتم ملاحظين بالراحه خالص اهو. طبعا انا مسرع الفيديو عشان ما حدش يقول لي انت ايدك سريعه ولا ايه، لا انت متابع معايا الفيديو من الاول وشايف اللي انا سرعته. فالجزء ده كله هيكون بنفس التكنيك، عايزين نسرع شويه عشان نلحق نلم الفم معانا لان الفيديو لسه فيه فم. تعالوا نسرع ونشوف الجنب التاني، نفس اللي عملته في الجنب ده هعمله في الجنب التاني. طبعا هحدد الانف بالراحه الفتحه، ولازم اسودها قوي يعني لسه هدوس عليها جامد، لان طبعا الفتحه زي ما احنا شايفين تحت كده كلها سودة داكنه. طبعا الاسود في الصوره بحوله لازرق في الرسمه، لان انا برسم بقلم ازرق. طبعا ممكن ترسم باي لون تاني، تطبق باي لون تاني من الاقلام الجاف، ممكن تطبق باسود، تطبق باحمر، بني، مفيش اي مشكله. اللون البني خلي بالكم بيكون ممتاز جدا في الرسم بالجاف. زي ما انتم ملاحظين نفس التكنيك، بس لو لاحظتوا هتلاقوني غيرت الاتجاهات، بغير الاتجاهات، فدي حاجه مفيهاش مشكله. ممكن اشتغل بزاويه مايله، ممكن اشتغل بزاويه عرضيه، ممكن اشتغل بزاويه طوليه، فكله صح مفيش اي مشكله ما دام هتأدي نفس النتيجه اهو. زي ما انتم ملاحظين هشتغل بالطول شويه
يعني دلوقتي الخطوه انا بعملها دي اسمها خطوه ملي الفراغات، يعني بملى المسام بتاعت الورقه عشان تبان واقعيه اكتر ويبان اللون الازرق واقعي زي ما انتم ملاحظين كده، انما ايدي خفيفه جدا. تمام يا فنانين، تعالوا نسرع شويه. زي ما انتم ملاحظين دلوقتي هبدا اكمل الجنب التاني بنفس التكنيك، واظن كده الانف اتفهمت جدا. نفس اللي عملناه في الشمال هنعمله في اليمين، هفضل اضيف طبقات فوق بعضها لحد ما اوصل لنفس الدرجه المطلوبه اللي عندي في الموبايل. الموضوع بسيط جدا، بكرر تاني حاجات لازم تكون في بالك، انك تكون بطيء جدا، ايدك بطيئه خفيفه، تعمل طبقات فوق بعضها عشان توصل للدرجه الغامقه، مش تدوس جامد. تدوس جامد دي في حاله انت شغال في حته سودة معتمه جدا زي الفتحه بتاعت الانف مثلا، انما في اي منطقه تانية ما ينفعش تدوس جامد، لكن لازم اعمل طبقات كتير فوق بعضها. بما اننا خلاص فهمنا تكنيك الانف كده، هنفضل بس نضيف درجات مش اكتر. فتعالوا بينا نخش في الفم والمنطقه اللي بين الانف والفم برضه عشان مهمه جدا، يلا بينا. دلوقتي يا فنانين زي ما انتم ملاحظين الى حد ما خلصت درجات الانف. طبعا انا شغال هنا بتكنيك الهاتشنج، وده احسن تكنيك ممكن تشتغل بيه في الجاف اصلا. زي ما انتم ملاحظين هبدا اشتغل في المنطقه اللي تحت الانف اللي هي نازله وانا نازل على الفم بقى، لان طبعا انا برسم فري هاند وزي ما احنا متعودين عايز اجيب العنصر اللي بعد كده اللي هو الفم، لازم اعمل التظليل اللي بين الانف والفم عشان اقدر اقدر المسافه مظبوطه اللي هي تكون ما تكونش كبيره مني ولا تكون صغيره مني، فشكل البورتري او الملامح تبوظ مني خالص. هنا في المكان ده ممكن يكون اسهل من الانف كمان، لانه مكان مسطح مش داير او مدور زي الانف، فبالتالي هيكون اسهل من الانف. فهنا هنشتغل بنفس التكنيك هاتشنج او كروس هاتشنج. زي ما انتم شايفين كروس هاتشنج دي يعني اشتغل خطوط يمين وخطوط شمال مقاطعين بعض زي علامه الاكس كده. فالتكنيك سهل جدا برضو، هنستمر بنفس التكنيك لغايه ما نوصل للدرجه المطلوبه. دلوقتي يا فنانين هنبدا نرسم الفم. انا عملت الاوت لاين بتاعي بالرصاص، اللي مش فاهم موضوع الاوت لاين يترسم ازاي يشوف الدرس اللي فات، لانه مهم جدا جدا جدا، شرحنا فيه رسم بورتري كامل اوت لاين. وطبعا انتوا متابعين مع السلسله ومستنيين درس تظليل اللي ممكن ينزل بكره او بعد بكره بكتير ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين عملت الفم، وبعد كده اول حاجه ببدا تظليل فيها زي ما انا قلت لكم فوق في بدايه الانف، ببدا باغمق منطقه عندي في البورتريه. طبعا اغمق منطقه عندي في الفم هنا هي المنطقه اللي بين الشفتين اللي هي اللي بتكون سودة جدا كده، وطبعا دي بتكون سودة لان نتيجه ان الضوء ما بيكونش داخل لها او ما بيكونش واصل لها، فبالتالي بتكون سودة ومعتمه. فزي ما انتوا شايفين هبدأ أضغط جامد في الفرق اللي بين الشفتين، الموضوع بسيط جدا ما استصعبش الموضوع يا فنانين. بعد كده هبدأ أظلل في الشفة عن طريق اللي أنا هشتغل بتكنيك الهاتشنج العادي برضو بالراحة خالص، ببدأ أضيف تدريجات فوق بعضها لحد ما أوصل للدرجة المطلوبة اللي هي الدرجة السوداء، لان الشفه زي ما انتم ملاحظين هنا اغمق من الانف، خصوصا الشفه اللي فوق. الشفه اللي تحت تقريبا في نفس لون الانف، انما الشفه اللي فوق اللي انا شغال فيها دلوقتي دي داكنه جدا او غامقه جدا نتيجه ان الضوء برده مش متعرض لها قوي زي الشفه اللي تحت، لان الشفه اللي تحت اعلى. يعني زي ما انتم ملاحظين شغال بنفس التكنيك، مفيش اي حاجه جديده خالص. هاتشنج ودرجات فوق بعضها او طبقات فوق بعضها لغايه ما اوصل للون اللي انا محتاجه. هنسرع شويه بقى. زي ما انتم ملاحظين ممكن اعمل خطوط بالطول برضو، بما ان الشفه على شكل كيرفات فممكن ادخل فيها خطوط طوليه هتدي لي واقعيه اكتر وهتدي للشفه برضو تجسيم اكتر. ببدا اراجع او ااكد على الخط الاسود. طبعا انا بقول الاسود لانه في الصوره اسود، لكن هو في الرسمه ازرق عشان نكون متفقين. تمام، الرسمه كلها عندنا بلون واحد اللي هو اللون الازرق. زي ما انتم ملاحظين يا فنانين بالراحه خالص محدش مستعجل، طبعا الفيديو ابطا من كده بكتير، وانا وريتكم ايدي او سرعه ايدي الطبيعيه قبل ما اسرع الفيديو. لازم تشتغلوا بنفس السرعه، ما يكونش اسرع من كده علشان البورتري يطلع معاكم بالشكل اللي يرضيكم، وعشان ما تتعقدوش من اول تجربه. الكلام اللي للناس اللي اول مره تجرب، وللناس اللي جربت وحست ان الخامه صعبه، لا هي مش صعبه، الجاف جميل ولذيذ وعايز مزاج رايق كده، عايز تقعد مزاجك رايق وتفضل تعمل هاتشنج مش اكتر من كده، وهتطلع بلوحه جميله جدا ان شاء الله. يعني هنكمل الشفه دي بنفس التكنيك مفيش اي اختلاف، وهفضل اضيف درجات مش اكتر. فتعالوا نشوف الشفه اللي تحت بقى عشان نختصر في الوقت. دلوقتي فانا هبدا اشتغل في الشفه اللي تحت بالراحه خالص. الشفه اللي تحت لو تلاحظوا بقى بتختلف عن اللي فوق، انها لونها فاتح
فزي ما انتم ملاحظين هبدأ اشتغل على هيئة كيرفات كده. انا لمحت هنا كيرفات شوية، فممكن اعمل كيرفات وممكن اعمل هاتشنج عادي زي ما كنت شغال فوق، بس زي ما انتم ملاحظين شغال بشكل طولي عشان تبان الشفة شوية انها متجسمة يعني. ده التكنيك اللي هشتغل بيه، وبرضه هشتغل بنفس التكنيك اللي انا اشتغلت بيه في الانف وفي الشفة اللي فوق اللي هو ده، فمفيش اختلاف خالص بين التكنيك اللي هنا والتكنيك اللي فوق، الاتنين واحد، الاختلاف مش كبير. هنسرع شوية بقى، شغال بنفس التكنيك اهو يا فنانين، وماشي معاكم خطوة بخطوة، ما استعجلناش، ما وقعناش من بعض في اي حاجة. الموضوع سهل زي ما بقول لكم دايما، لكن انتوا تكونوا هاديين. طول ما انت كنت هادي هتفهم الخامة وتعرف تعرف او تقدر تعرف اسرارها ومفاتيح الخامة، يعني الخامة كل خامة تدخل لها ازاي ومنين عشان تقدر تطلع بيها باحسن نتيجة او بافضل نتيجة ترضيك وترضي اي حد هيشوف اللوحة بتاعتك. زي ما انتم ملاحظين بالراحة خالص، موضوع سهل خالص يا فنانين، مفيش اي حاجة صعبة. هنا هبدأ اشتغل في المنطقة اللي هي الغامقة اللي تحت دي، بالراحة اعمل الاوت لاين بتاعها، اسود شوية زي ما انتم ملاحظين. الموضوع سهل خالص، بنضيف كل اللي بعمله، انا عمال اضيف في درجات دلوقتي، اضيف في درجة فوق التانية فوق التالتة لحد ما هوصل للتون او اللون اللي انا محتاجه. اتمنى تكونوا فاهمين الموضوع. بالراحة خالص يا فنانين، ده الفاتح اهو. اظن كده احنا تقريبا خلصنا الرسمة الاساسية او العناصر الاساسية. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هبدأ بقى اضيف تظليلات اكتر واضيف تفنيشات اكتر بحيث تكون الصورة واقعية. فتعالوا نسرع شوية ونشوف الشكل النهائي هيكون عامل ازاي. بكده فنانين نكون خلصنا الدرس بتاع النهارده، اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا وفهمتوا التكنيك بتاع القلم الجاف بيكون ازاي، لانه اتطلب مني كتير جدا الفتره اللي فاتت. ما تنسوش اللي حابب يعرف التكنيكات كلها يشوف الدرس اللي فات بتاع القلم الجاف، هسيب لكم في الديسكريبشن بوكس تحت، لازم تشوفوه لانه مفيد جدا جدا، بيعرفكم كل التكنيكات المرتبطه بالقلم الجاف. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا، ما تنسوش طبعا تعملوا لايكات كتير قوي على الفيديو وكومنتاتكم الجميله تنور تحت اللي بتساعدني دايما، واللي لسه مشتركش في القناه يشترك علشان يشوف الدروس اللي جايه ان شاء الله هتفيدكم جدا جدا باذن الله. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، مستنيين في درس جديد بكره ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.